الاضراب كان ناجح 100% اعوان مستشفى سهلون وكذلك في كافه انحاء الولايه باعتبار كونه بالنسبه للاعوان يحبوا الحمايه اثناء اداء المهام نتاعهم باعتبار كونه فهمتني ولا زميل قاعد يخدم على روحه تبليت عليه امراه على خاطره يلزم يمس الفاصمه ويلزم يشوف فما دم ولا ما فماش بعد العمليه على اساس كيف يكف الدم وقتها هي فهمتني ولا يطلعها الفرشه عاد بالنسبه للمراه هذه معناها متضاربه في الاقوال نتاعها المراه هذه فهمتني ولا جاء الامن للسبيطار ووقفوه من غير ما علموا الاداره ومن غير ما علموا حتى شيء بعد ذلك فهمتني ولا يتحال للسجن والمرأة هذه القاضية تقول فهمتني ولا مش حيلها على طبيب نفساني إلا أنه ما يصير الشيء هذا الإضراب نتاعنا خاطر زميلنا تم إيقافه بالسجن إيقاف تعسفي.